الطوموبيل ديالك؟ اه ديالي الطوموبيل ديالك وطلبتي من عندي فلوس. انا عندي كروسه ما خصني باش ندير المازوط، انا نمشي لوجده. خويا السلام عليكم، طورت معايا خويا. خويا فهمتني، انت كتشوف الحركه كي دايره. اش دريهم ولا جدا غير ركب. فين غادي؟ فين البلاصه؟ نمشي لوجده. عارف انك درهم اخويا ما غدير لك والو. انت تعطيني دريهم وواحد اخر يعطيني دريهم ونجمع فلوس المركوب. بغيتي تعطيني شي 10 دراهم عطيها ليا. واش نقول لك؟ كنت مصور نعطيك حتى اكثر، ولكن عطينا شي دريهم ولا شي. ما نخليكش بلاش، الله يسهل عليك اخويا. مرحبا. باينه في ود الناس، انا كنقصدها ولاد الناس اخويا. ولاد الناس عارفين بعضياتهم، هذاك الشيء اللي كاين. انا شكون نشوف؟ كون شفت شي واحد اخر غير داري في وجهي، وانا عارفك درويش انت، انت تعاونتي. بسم الله اخويا. الله يرحم الوالدين، الله يحفظك. مرحبا. نزيدنا زعما شي نزيدك اخويا، الا كان عندي نزيدك سكتر ماشي مشكل. ياك اخويا الله يسهل عليك. باغي نركبوا اخويا حنا دابا. ما كرهتش لك اخويا. الله يمكرهك لك هاك خويا. بسم الله. الله يرحم الوالدين. المهم انت كرمتينا بهاد 4 دراهم. مرحبا. شكون الله يعطيك 4 دراهم هاد الوقت هذا؟ مرحبا اخويا. ها؟ مرحبا. الله يسهل عليك اخويا. مرحبا اخويا. سير الله يحفظك. مرحبا. الله يسهل عليك، الله يرحم الوالدين. مع السلامة. الله يحفظك اخويا. قول لي اخويا. ندوز من هنا. ها؟ حيت غنمشي بالطوموبيل. ها؟ ها؟ كنسمعكش مزيان، قرب قرب. الطوموبيل ديالك؟ اه ديالي الطوموبيل. ديالك وطلبتي من عندي فلوس، انا عندي كروسه. وعادي راه كاملة، خصني باش ندير المازوط، انا نمشي لوجدة. يا رب كون مشي قول لي هكذا ما صحابتك، فهمتيني صحابتك عيب بوحدك ما عندك لا طوموبيل لا والو. انت دابا عاونتي بغيت ندير المازوط. خصني نمشي لوجدة وراك عارف خوك ما عندوش. كرهتكش دير لنا البلان ديال المازوط. ضروري شي طيح فهمتيني. نتعاونوا على المازوط ما تعاوناش عليه. نعاون خويا ما عنديش مشكل. عطينا باش نديروا المازوط نمشي. تسمح لي نبيع نرجع عند خويا نزيدك. تهلا فيا زعما. ضروري. هذا واجب. كتصور شويه انت فهمت. واخويا اش نقول لك يعني ام احسن دير هكذا ولا فهمتيني طيح بواحد البلايص فهمتيني كتكون بغيتي تخدم تخدم خدمه ما كيخليكش بنادم تكمل فهمتي حتى كاين قنايه فهمتيني. كل نهار ورزقه، مره كيجيب الله 100 درهم، مره 50، مره 30، مره 20. تخدم كل نهار ورزقه. مرحبا. ندير لك 100 درهم في النهار. خويا اش نقول لك؟ خاصني نعرف شنو غنخدم. تخدم معايا انا تدير الخدمه ديالي بحالي. حيت انا دابا عندي الناس خدامين معايا، راه خدام معايا شي 40 واحد. ياك اخويا. واش نقول لك؟ نرد على خويا. عندك شي وليدات؟ عندي جوج. ندير لك لا سينيسيس وندير لك المسائل كامله، نعطيك شارع واحد غتبقى تدوز عليه. ما الشارع فيه 100 قهوه. كل قهوه سيدي تخرج منها 10 دراهم. تجيب لي هذيك الفلوس وانا نعطيك 100 درهم في النهار ديالك. ما نكذبش عليك، ما نقدرش نقول لك. ها؟ ما نقدرش نقول لك شنو. ياك. اكذب نقول لك الصراحه. ما انت دابا انا عندي الطوموبيل وعاونتيني. واخا دابا انا شي مجيري نقول لك. دابا انت اللي خص اللي يعاونك ماشي انا اللي خص اللي يعاونك. والله سبحان الله تيعاون كل اي انسان فهمتي. ياك. ولا قلت لك واحد القضيه راه كنضحك معاك انايا. مشرفين اخويا. هاك هادي ديالك. شكرا. انا راه كنضحك معاك. زيد زيد عندي زيد. شوف. تبارك الله عليك بينتي. شوف شوف انا راه كنصور هذا الشيء، هذا راه كيتصور. شوف ليه راه واحد الدري كيتصور شي yes. ديال واحد التحيه زعما فاجاتيني انا برده الفعل ديالك. ضروري عاونتيني وما وقفش الطوموبيل ما قلتي لي حتى شي حاجه. واش نقول لك؟ راه انسان واخا يكون عنده من بعد مره مليار غيوصل لواحد البلاصه قرب قرب غيقدر يطيح ليه بزطه ما يقدر فهمتيني. بلا ما يكون عنده الملاير غادي مع بواحد هذا يقدر يوصل لواحد البلاصه قرب ينسى رزقه، يقدر طيح ليه كارت كيشي، طيح ليه بزطام. شنو غايدير؟ انا راه تفاجات. باش نقول لك شنو غايدير؟ شنو غايوصل؟ تصورت انا مع من غيرك اون فوا كيشوف الطوموبيل كيشنق عليا. انت تبارك الله عليك زعما وخش الطوموبيل ما درتيش شي حاجه. الحمد لله بخير. تبارك الله عليك، الله يحفظك اخويا وبرهنتي بانك كتعاون الناس واخا ما عندكش انت خص اللي يعاونك. نعاونوا بعضيات. نهارك شحال كتصور فيه هنا؟ نقول لك الصراحه. الصراحه قول لي الصراحه. الصراحه النهار دابا النهار واعر يعني راه خدمتي غتجيب 60 درهم. 60 درهم. الاذان هو خدام يعني راه خدمت. شوف انا هذه الوقيته هذه غنخلص لك نهارك ياك وبغيتك تمشي ترتاح. هذاك الشيء اللي غندير غندير شي دابا راه جاي بحالي من كنت بعيد غنمشي مع برا بالمسائل ديال واحد السيد مع برا وغادي نمشي نرتاح. شكرا. لا عاد شده هذه ديالك وبغيتك تمشي الكروسه ديالك ديها وسير ترتاح ودير وليداتك ما ياكلوا. الله يرحمك. سير الله يسهل عليك. مرحبا ندوز معكم قناه. ما عنديش مشكل. ولا بغينا النمره ديالك يتعاون معك شي واحد انت غتعطيني نمره التليفون ديالك نجي عندك. لا
اللي بغى يتواصل معاك نتواصل. صافي هذيك الساعه ساليو انساليو انا وياك تعطيني العنوان والمسائل الا ما عندكش النمره ولا هذه. المهم غتوريني انا فين تقدر نمشي معاك حتى للدار كاع اللي بغى يتعاون معاك ولا نديروا لك واحد النمره ديال التليفون. خوتي شتو اسمي ديالك؟ دريس. شتو رده الفعل ديال دريس؟ تبارك الله عليه. بغيتكم كاملين تبارطاجيو هذا الفيديو هذا واللي بغى يتعاون مع دريس حنا نشوفوا العنوان ديالو ونحطوا المسائل ديالو كامله. تحياتي وتهلاو.